محاولة التغلب على الموت بسرعة هائلة، كل ثانية لها أهميتها عند نقل الجرحى من الجبهات الأمامية. أخبرني عندما تضع قدمك على المكابح يا أندري، لا نستطيع الثبات هنا. يسمونها كروخة أي الصغيرة، لكن قلة تستطيع أن تضاهي خبرتها في إسعاف الجرحى في جبهات القتال، وهي هنا تسعف جندياً أصيب جراء انفجار مركبته. هل انقلبت المركبة؟ كلا، بل اصطدمنا باللغم. السائق ألقى بي إلى اليسار ورأيت كل شيء، واللغم قذف به إلى الأعلى. كنت أرتدي خوذة وسدادات أذنين، تعرضت لضربة في رأسي وأصبت في صدري. من المرجح أن ينجو الجندي، لكن السائق قتل. لدينا بعض الأشياء التي يجب الاهتمام بها. هل لديك أطفال؟ أجل، لدي طفلان، ينبغي أن يكون ثلاثة آخرون. إنه في سيارة الإسعاف في طريقه إلى المستشفى، لكنه لا يزال يفكر بجبهة القتال. اعتقد الجميع أننا سننهار، لكننا صامدون وسنواصل التصدي لهم. كل هذه الهجمات تجعلنا نشعر بغضب أكبر وتزيد عزيمتنا. لقد كان يوماً قاسياً. كان هذا اليوم صعباً للغاية. العدو المعتدي الروسي لن يهدأ. إنهم يعرفون أننا في وضع أفضل حالياً، لذلك فهم يقاتلون بشراسة متنامية. ومع ذلك أنا محبطة، لأننا فقدنا وللأسف ثلاثة من مجموع 20 شخصاً. إيجاد القوة اللازمة لمواجهة أهوال منطقة بخموت. بالنسبة لبعض المسعفين المتطوعين في الجبهة، فإن الإيمان أحد مصادر قوتهم. كروخ اعتنقت الإسلام أثناء عملها مع متطوعين مسلمين قرب ساحات المعارك أثناء حرب عام 2014، وهي تقول إنها لا تخاف سوى الله، لكن عملها قاس. رأيت أشخاصاً قطعت أطرافهم وتعرضوا لجراح في بطونهم ورؤوسهم. أحاول أن أضع حاجزاً نفسياً أمامي إن صح التعبير، فهو جريح وأنا أسعفه. إذا استسلمت لهول المشهد فكيف سأساعده؟ لدي في المنزل طفلان، هما ابن أخي. عندما أكون مرهقة وبالكاد أستطيع الوقوف على قدمي، أذهب إلى المنزل وأراهما هناك مع أطفال آخرين. حينها أستعيد طاقتي وأتغلب على الصعاب. يتعين عليها العودة إلى جبهة القتال رغم أن الوضع هادئ منذ بضعة أيام. الأمطار والسحب المنخفضة تسببت في ظروف سيئة أعاقت عمل المدفعية والطائرات المسيرة، لكن هناك نيران مدافع بعيدة بعض الشيء. الطقس تغير، ونداء الإغاثة التالي قد يأتي بعد لحظات فقط.